اختي السلام عليكم الاخوه الاخوات ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ومرتاح ليا مع راسكم. اولا قبل ما نبدا هذه الحلقه كنبغي نعتذر على اخر فيديو درتو على السياره، الكاليتي كانت ناقصه شويه، كان فيها غير 360. علاش؟ حيت دابا ملي كنت اكسبورتي في الفيديو ما تاكسبورطاش مزيان، يعني ما درتوش بالاش دي. هو تفيلم بالاش دي ولكن ما تاكسبورطاش بالاش دي وصافي ولحتو وجي با في اتونسيون تاع من بعد كسحب لي غير يوتيوب كي افي ان بروبليم الوغ كو اون فري راه ملي اكسبورتيتو كان ناقص كاليتي. الوغ اليوم جيت ندوي لكم على واحد السوجي كي تري امبورطون ولي لاحظت بانني عمرني ما درت عليه شي فيديو خاصه في لاشين. السوجي ديال الحلقه ديال اليوم هو لاغناك سوغ انترنيت. بالنسبه لاخواني ما تبعينيش في انستغرام غنعاود لكم واحد ليستوار طرات هاد السيمانه واحد الجدريات تارناكاو حيت كنت عاود هادشي كامل تما. اولا كنبغي نشكر ديك الجدريات اللي جاو عاودوا لي ليستوار ديالهم وقالوا لي خاصك تحضر بنادم من هاد البلان، ولقيت راسي كيف قلت لكم في البدايه ديال الفيديو لقيت راسي بانني مدويش على هادشي نهائيا. داكشي علاش اليوم نعطيكم بزاف ديال لي ديطاي اللي خصكم تحضروا معاهم سوغ انترنيت. كاينين بزاف ديال لي زارناك، نعاود لكم بعد هاد ليستوار نعاود لكم شنو كان غيطرا لي انا شحال هادي يعني في لو بون كوا. الوغ الدريات يعني كوم شاك ايتيديون كيبغيو يدخلوا الصرف في المسائل كيمشيو يقلبوا على دي جوب ايتيديون كيفنا كاملين كامل كاع لي ايتيديون اللي دازو ولي ولاو صلاغي وديك المسائل كروشي نهار انهم باغيين يدبروا على جوب ايتيديون بحال هكا باش يزيدوا الفلوس المصاريف وينقصوا على دارهم. صافي هما بانت لهم واحد لانونس سوغ دي كروب فيسبوك يعني بجوجهم تقريبا طرا لهم نفس القضيه. بانت لهم واحد لانونس كتبان بروفيسيونيل يعني كتشوفها كتقول واو راه ما فيها حتى فوتو اوتوغراف، كيبان لك التيتخ ديسكريبسيون زعما السالير نيت ولا بغيت ما بقيتش عاقل اكزاكتومون. المهم كافيشي لك داكشي انت كتجيك تبوستولي ليهم، يعني هما جاو بوستولاو داك لي زانونس وكونتاكتاوهم قالوا لهم فوالا نو سوم انتيريسي با فوت بروفيل هادي واش اسكون بو افوار اون ديسكسيون. صافي دو معاهم هي هادي قالوا لهم فوالا فوزيت اكسبتي واقيلا جو بونس انا كنقول لكم شنو غيكونوا قالوا لهم اكزاكتوم. ولكن عندنا واحد المشكل قالوا لهم فوالا غنصيفطوا لكم واحد الشيك في واحد لاسوم باغ اكزومبل غنصيفطوا لكم 1300 اورو. 300 اورو تخليوها عندكم و1000 اورو غتصيفطوها لينا، يعني انت غير اون فوا يوصلك داك الشيك غتجي غتحطو في الكونت ديالك بونكير حتى غتصيفط ليهم داك 1000 اورو. كاين بليزيوغ ميثود، سوا صيفطها ليهم باغ فيرمون بونكير سوا صيفطها ليهم باغ دي تخوك كتسمى ترونس كاش. وواحد اللعيبه سميتها بي سي اس كيتشراو في لي طاب، يعني كتمشي عند مول الطابه كتقول ليه عطيني دي كوبون كيتسماو دي كوبون. عرفت كيفاش نقول بحال كتي باي بال اكزاكتومون تقريبا كتمشي كتاخد واحد المونطون ديال 1000 اورو كدا صيفطهم ليهم كتصور ليهم لعيبه وهما كتصيفطهم هما كياخذوا 1000 اورو. انت اون فوا كتجي تخشي داك الشيك كيبان لك في الكونت ديالك راه مكتوبه زائد 1300 اورو كتقول صافي هما كيتبتوك بديك زائد 1300 اورو. انت اون فوا كتصيفط ليهم كدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام كاع كيبان لك ناقص 1300. اويلي الفلوس مشى اح احمد يا اخويا التكويت اخويا التكويت اخويا. يعني داك الشيك ما داش، يعني داك الشيك تبلوكا سوا كيكون داك الشيك مشفور اولا الشيك سونسور البنك كتبلوكي. انت من بعد تيترون كونط انك صيفطتي لهم 1000 اورو من فلوسك الحقيقيه وداك الشيك ما دخلش لك، يعني انك تولي في الموال كتولي عندك ناقص 1000 اورو كتدخل في مشاكل مع البنك. صافي السيدات ما فهموا وما يديروا، وحده مشات لها 1000 اورو والسيده الاخرى مشات لها 1800 اورو. الدراري ايماجيني لا سوم راه انكرويابل. وهادشي ملي درتو انا في انستغرام ملي عاودت لي ستوار في انستغرام لقيت بان بزاف ديال الدراري طرا لهم نفس البلان، ها اللي مشات لي 1900 ها اللي مشات لي 450 ها اللي مشات ليها 500 راه انكرويابل الدراري. ما كنتش كنتصور بان هاد لاغناك كتصدق بزاف، وكل اللي غادي يجي يقول لي هو يقول لي مالو ما الدريات زعما مكلخاتي ما عرفوش ما عاقوش بلاغناك نو. حيت دابا داك الاخوان كيتبتوك كيتبتوك عرفتي بحال قلتي ما عينيك كتغمض. حيت انا كيف قلت لكم راه طرات ليا عيني تغمضت ما عرفتش شنو كاين، يعني كنت غادي ندير لاكسون زقت الحمد لله رجعت للور. الوغ كو هما الله يحسن العوان بنادم كيبغي الفلوس وهادشي يمشي ينقص على دارهم بحال هكا ومنها اغزون دو بوشون كو فهمتي تشري بها الحوايج وتقاضيها، يعني الله يحسن العوان راه فرنسا راه ما كاينش عندنا لا يعتقك. الوغ شنو درت في انستغرام عاود ديك ليستوار كيف قلت لكم ومن بعد درنا يون كانيوت. يون كانيوت يعني كنا بغينا نجمعوا 2800 اورو للدريات بجوجهم، وحده نصيفطو لها 1000 اورو والاخرى نصيفطو لها 1800. الحمد لله داك لي ستوري تبارطاجاو بزاف كنشكر كاع الناس اللي بارطاجاو واللي ساهموا. كاينين الناس اللي ساهموا ب 50 سنتيم ب 10 سنتيم بما كان كاع الناس اللي ساهموا الله يخلف عليكم حتى ان الله لا يضيع اجر المحسنين. وصلنا ل 2000 اورو يعني ما قدرناش نوصلو اكثر. نورمالمون كان عليا نخليها ورا هاد الفيديو ديال اليوتيوب ما يحبس، قلت او موان داك 2000 اورو اللي جمعناها يعني او موان وصلنا لواحد القدر اللي نقصوا على الدريات نقسمها على جوج يعني 50% 50%. كاين اللي قال لي لا عطي لواحد الدري عطيه 600 اورو والاخر 1400 اورو باش يبقى لهم زعما الفرق ديال 400 اورو بيناتهم. الوغ انا الهدف ديالي اللي كان هو انني نقسم 50 50، وحده غتاخذ 1000 اورو والاخرى تاخذ 1000 اورو، وحده غادي تسدد الديون ديالها والاخرى تبقى لها 800.
يعني فوالا او موا الوغ كو الدريات ما طلبوا مني حتى حاجه غير جاو عندي وقالوا لي فوالا شنو طرا لينا شنو طرا لينا وغير حضر بنادم شنو الوغ انا ما بغيت حتى واحد طرا لي هاد التخويره حيت سي با فاسيل سورتو في الغربه وانك ما تقدرش تقول لوالديك هاد البلان سورتو ما كيصيفطوا لك تقريبا شحال 750 وانت جامع واحد البراكه ومع لاكاف تما كيصيفطوا لك كتقول فوالا راك هاني من بعد ملي كدير المواميله وهو راه ما كتفهم حتى حاجه وكيف قلت لكم راه بنادم بزاف اللي طرا لي وحتى واحد ما قدر يجي يقولها لي الوغ كنت نقدر ندير فيديو شحال هادي وشحال من واحد كان يتصوفو. المهم الحمد لله على كل حال يعني هاد جوج دريات جاو علمونا والمسائل حنا ما علينا الا البلاغ شرحت لكم شنو طرا وانتم حداو من هاد الاغنى الوغ نعاود لكم الاغنى اللي كانت طرا لي انا واللي كطرا بزاف هذيك طرا بزاف لو بون كوا الوغ باغ اكزومبل انا جيت حطيت واحد لونسانت واحد لونسانت ديال واحد الباف كدير المزيكا كنت شريته في علي اكسبريس تقريبا جيت حطيته في لانونس هادشي في البودي ديالي في 2015 تقريبا حطيته في لو بون كوان درت لي واحد لو بري ديال 12 اورو تقريبا جا واحد خونا كونتاكتاني من غير الناس قليل اللي جا كونتاكتاني جا عندي دوك خونا غير شوي انتريسي بار فوتر انونس هادشي قال لي واش الي توجور ديسپونيبل قلت لي وي الي توجور ديسپونيبل قال لي راه ناخذها لك ب 12 اورو يعني بداك لو بري ديالك وحسب عليا حتى لي فري دو بور باغ اكزومبل انا صيفطها ب 5 اورو نحسب عليا حتى ديك 5 اورو يعني تولي طالعه ب 17 اورو يعني غادي يخلص عليا قلت صافي من جنات والناس شي شريت داك البواتي ديال لابوس خشيتها تما بالشارجور ديالو والمسائل وحطيتها طلعت لي 11 اورو اون بليس حطيتها بحال هكا وحطيتها عند لابوس صافي مشيت عند خونا قلت ليها شحال تقامت عليا ب 11 اورو يعني جاتك شي 22 اورو قال لي صافي ماشي مشكل قال لي نصيفط لك دابا في بيبال عطيتو الميل ديالي وصلني واحد الميل سي ان فيك ميل ان فيك ميل هذاك الميل كاتبين فيه راه وصلاتك واحد لاسوم في بيبال ولكن راه كاين واحد المشكل داك المشكل هو انك خاصك تصيفط لينا واحد لي كوبون خاصك تمشي تاخذ من الطابه ب 600 اورو دابا انا نمشي للطابه ناخذ 600 اورو ديال ديك اللعيبات ونصيفطهم لي لوجيك راه فريمون لي جيت توقف مع راسك راه سي با دو لوجيك هذا واش انا انت غتصيفط لي 22 اورو ونصيفط لك 600 اورو شنو اش كيخور عليا هذا فهمتو انا ويدي ديك اللعبه طن مشيت لجوجل ما فهمتش شكيت كوبيت الميساج كما هو حطيته في جوجل طلع لي كونكور بنادم وصلوه بزاف هاد اللعيبات في لو بون كوان في لو بون كوان لو بون كوان الدراري كيف قلت لكم ديما هو افيتو تقريبا ديال المغرب يعني كتجيك تحط فيه المسائل باش تبيعهم ايوا صافي هذيك وانا رجع للور ومشيت عند لابوس نيشان كنجري قلت لهم راه ولي داك اللعيبه قلت لهم راه ولي داك الكوري يلاه حطيته دابا راه بغيت ريكوبيري قالوا لي راه ما غاديش نرجعوك قلت لهم غير راه يطلقني داك الكولي صافي خديته وانا نحط عندي داك لونسات وبقات عندي مع تفينيا وقالت تضرت لي كديت المغرب وقيله صافي ومن بعد ما بقيتش بعت الوغ دابا دوينا على جوج دوينا على لاغناك ديال الخدمه الا جا شي واحد اي واحد الدراري يقول لكم غنصيفط لكم فلوس عوجو ما كاينش شي واحد لا يصيفطك فلوس الوغ كو ما كاين كونطرا ما كاين حتى حاجه ان فري بوس يعني باغ اكزومبل تمشي دير بيبي سيتينغ عند شي واحد تحضي ليه الولاد ولا شي حاجه راه كيخلصك هو تلاقى معاه والمسائل دير معاه اونتروتيان وهداك الشيء كيخلصك زعما يعطيك فلوس اولا يدير لك فيرمون بونكير ما غاديش يدير لك ما غاديش يقول لك صيفط ليا الفلوس عندنا واحد المشاكل راه جو بونس راه بزاف طرات ليهم يعني كيف قلت لكم في انستغرام صيفطوا ليا الناس اللي طرات ليهم في اللي كتبعوني دابا في يوتيوب يخليوها في لي كومونتير كوم سا يعاودوا لنا لي ستوارات اللي طراو ليهم وكاين هاد البلان ديال لو بون كوان لو بون كوان كطرا بزاف كيف قلت لكم يعني سورتو بالنسبه لبنادم باغي يبيع ان تروك او لا باغي يدير دي بريستاسيون دي سيرفيس لا باغي كري سون سيت انترنيت ولا هاد المسائل كيجيو شي واحدين وهادو هادو سي دي مافيا تقريبا فهمتي كيكونوا فين في لافريك في كوت ديفوار السنغال المسائل كتلقى راه بزاف ديال لي دوكيومونتير كاينين على قلبهم كتبوا ارناك سوغ انترنيت لو بون كوان في يوتيوب يطلع لكم بزاف ديال لي دوكيومونتير كيدوا على هادشي قام شادين شي بيس في شي سيبر عرفتي ديك السيبرات اللي كانوا عندنا شحال هادي بحال هكا وكيبداو يارناكو بنادم ا ديسطونس كاينين بزاف ديال لي زارناك لي متذكرشهمش غير طابيو في جوجل تيب دارناك سوغ انترنيت يطلع لي كنبغي نعاود نشكر كاع هادوك الناس اللي ساهموا سوغ انستغرام يعني بارطاج بالفلوس اللي عطى 100 اورو اللي عطى 50 20 كاملين راه الله يرحم لكم الوالدين يعني وقفتوا مع الدريات وانا كاع ما كنت كنتصور كنا غنوصلوا ل 2000 اورو جو بونس كنا نقدروا نوصلوا حتى ل 2800 مي قلت الله ما نوقفوا دابا هنا مي بون حشي الله حنا 10000 واحد تقريبا في انستغرام يعني في يوتيوب عندي تقريبا شي 60000 يعني كاينين اللي ما يكونوا شافوا هذا البلان وبغاو يساهموا في سبيل الله دوا راسكم الدراري بزاف ولا طرا لكم هذا البلان دووا مع داركم دووا مع داركم الاخوان واخا والوالدين والدين لا طرا لولدكم ولا بنتكم هذا البلان وقفوا معاهم وقفوا معاهم والله حتى الا ما وقفتوش معاهم راه
راه الله اللي عالم بهم. تخيلوا معايا هما دابا ايزون بور انهم يعاودوا لكم هادشي، يعني تخيلوا معايا خايفين يعاودوا لكم هاد البلانات، حيت نتوما اول حاجه اللي غتقال وهادشي راه عارفه كاع الاباء في المغرب والامهات كيديروها، غيدوروا في ولدهم ولا بنتهم، ما غاديش يوقفوا معاهم، عود من بعد غادي يوقفوا معاهم. بنادم ما باغيش ديك اللعيبه ان والديه يدور فيه، يعني واه راه غيدور فيك، غادي يقول لك علاش طرا لك هادي، الوغ كو الله يحسن العوان، راه عرفتي راه بنادم كيتارناك، راه كاين اللي داو لي 10 المليون، اللي داو لي 20 مليون، اللي غتكون انت عمي ولا عمتي فاللي داروا لك البلان اولا كنتي غتارناك. يعني تخيل معايا ولدك حتى هو يطرى لي نفس البلان، يعني وقف معاه ووقفي معاه وقفي معاه. نتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا، بارطاجيوه مع الناس اللي ما عارفينش هاد البلان، وتهلاو في راسكم ودائما زاولة باش وشاي.